اللوجيك او سيكونشال سيركت ازاي المفروض تتغير انت عند الايدجز بتاعت الايه البلوك دي. فانا بقى عندي سايتوكاين، عندي رايزنج ايدج، عندي فولينج ايدج. هي طبعا بتبقى الستيت سيكونشال، هي شغاله رايزنج هي شغاله فولينج، غالبا بتبقى رايزنج. ولو عندي سبيد بعرف السايتوكاين هي واحده على السايتوكاين او السايتوكاين بتساوي واحده على السبيد. ده كلام ايه؟ اعتقد انتوا فاهمين. الكمبيوتر بيبقى كومباينيشن من الاثنين، سيكونشال وكومباينيشنال سيركتس. طيب السايكل تايم بتاعي بقدر احسبه ازاي؟ يعني بمعنى اصح اقل سايكل تايم ممكن الكمبيوتر ده يشتغل عليه اعرفه منين؟ ده بيبقى محكوم بالبروباجيشن ديلي بتاع الكومباينيشن سيركت. يعني يعني افترض انت شغال في حاجه سيكونشال وفي كومباينيشن سيركت هيطلع اوتبوت. لو كان عشان انا قفلت ده في ريجستر عاوز تودي الاوتبوت بتاعها لريجستر تاني، احنا اتفقنا هنا عشان يابديت انا مستني التريجر بتاع الكلوك، صح؟ طب افترض ان انت الكلوك بتاعتك جت قبل ما الكرنت يقدر يبروجيت جوه الكومبينيشن سنتر. هو اصلا ايه يعني ايه بروجيشن؟ يعني انت لما بتحط الكرنت او سيجنال على اللوجيك جيتس مش بتطلع الاوتبوت في نفس اللحظه، ده بيحصل في تايم، في ديلي اوف تايم. فالتايم ديلي ده بيبقى ايه؟ مثلا ان شاء الله حتى بالبيكو سكند. طيب ما بيحصلش في الانستنتينيوس. طيب فبالتالي الكلوك بيريود او كلوك سايكل تايم بتاعك لازم يبقى اطول من اكبر كومباينيشنال سيركت ممكن تحصل على تايم. دي هنعرفها نشوفها بالتفصيل واحنا المره الجايه لما بنشوف الكنترول يونت بتاعتنا. هقدر من خلالها اقدر احدد الكلوك بيريود بتاعتي قد ايه. خلاص؟ بس مبدئيا انا عاوزك تعرف ان انت الكومبينيشن سيركتس مش معتمده على كلوك، ولكن البروباجيشن ديلي فيها ممكن ياثر على حساب ايه؟ الكلوك بريد المستخدمه جوه السي بي يو. ماشي كده؟ يعني معلومه هتفهمها بعد شويه، هتفهمها المره الجايه. خلاص؟ اعرف بس ان اي كومبينيشن سيركت فيها بروباجيشن ديلي. ماشي؟ بص كده سيكونشال سيركت ده دي فليب فلوب. ايه دي فليب فلوب؟ حد يفتكر؟ هنا في كلوك، لو مفيش كلوك الكيو هي مين؟ الستيت، صح؟ لو في كلوك هيحصل ايه؟ كيو. الاوتبوت هو عباره عن الفي. تمام كده؟ زي ما انتم شايفين الفيجر كده. انت عندك كلوك، عندك تو تريجرز او سوري ثري تريجرز. فالدي افترض ان دي معناها ايه؟ الاكس دي. معناها ان حصل تشينج في الستيت بتاعت الدي. تمام؟ وتفضل بقى كانت زيرو بقت 1 او 1 بقت زيرو، بس حصل تشينج هنا. طالما انت هنا ماشي سكونك فيكسد كده ده معناه انه تشينج. هنا حصل ايه؟ تشينج. طب فهنا لما يبقى اول ما الكلوك تيجي ايه اللي هيحصل؟ وتفضل ايه اللي عديه هيجي يابديت الكيو. طيب دي اتغيرت في نص الكلوك او في نقطة في السايكل، جزء من السايكل تايم اثناء السايكل تايم، ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل اي حاجه. طب جت الكلوك هيحصل ايه؟ برضه هيعمل ابديت. فانت اي الشينجز اللي بتحصل على الكيو هي مرتبطه بالايه؟ بالكلوك. وات ايفر الدي حصل فيه ايه؟
in between, in between the clock triggers اللي حصلت. وتلاحظوا ان في هنا ديلي بسيط ده اثناء برضه بيريبريزنت البروجيشن اللي حصل. طيب جميل جدا. الفليب فلوب ممكن اضيف عليه انيبل او رايت كنترول. بيعمل ايه الرايت كنترول ده؟ ها؟ حد يفتكر او انيبل؟ حد يفتكر؟ بيفصله خالص او ايه ده؟ ان هو شغاله اصلا. يعني ايه شغاله اصلا؟ لو انت الرايت ده احنا زودنا انيبل زياده. لو الرايت ده 1 كانت شغال الديب فليب فلوب. طب لو هو زيرو مش هيحصل اي تشينج على الستيت حتى لو جت كذا كلوك. نبص على الفيجر ايه اللي حصل هنا؟ هنا الرايت مون جت كلوك فهيحصل ايه على الكيو؟ هيحصل تشينج هيجيب دي يحطها جوه الفليب فلوب. طيب وبعدين؟ طيب حصل تشينج هنا مش هيأثر على حاجه في الكلوك. ليه؟ قصدي في الكيو لان مفيش كلوك مفيش تريجر. طيب الرايت بقت بزيرو والكلوك جت ايه اللي هيحصل في الكيو؟ مفيش اي تشينج. ليه؟ لان انا مش نيبل. خلاص خد بالك من الحته دي. طيب وبعدين؟ حصل برضه تشينج في الدي. اول ما تبقى الرايت نيبل حصل تشينج؟ لا برضه. لازم استنى لغايه لما الكلوك تيجي يحصل ايه؟ يحصل تشينج ساعتها. فالرايت هي كانها بتمنع ان في ايه؟ ان في تشينج هيحصل على الفيل فلو ولا لا؟ خلاص؟ حد فاكر حاجه من الكلام ده؟ افتكرته طيب؟ ماشي. طيب دي الحته اللي انا كنت بقولها لكم ان انت الكومبانيشن ريجن